اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلغاء المادة المتعلقة بالضريبة على الثروة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، وأدرجت اللجنة مادة تلغي أحكام المادة المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة بسبب غياب الآليات والميكانيزمات لتحديد الأثرياء والمعنيين بالضريبة، أي بنك معطيات يديح لمصالح الضرائب القيام بعملها في هذا المجال. ومن المرتقب أن تعرض أحكام المادة على التصويت يوم 26 نوفمبر القادم. وللحديث عن الموضوع يلتحق بي عبر الهاتف السيد توفيق طرش، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني. السيد طرش، أهلا بك، مساءك سعيد. أهلا بك سيد طرش، أنت على المباشر، أهلا بك. شكرا سيدي. إذن أظن أن لجنة المالية أهلا بك، أهلا بك. كسؤال أول فقط سيد طرش توفيق، إذا لجنة المالية تقترح إلغاء الضريبة على الثروة، إذا هذا المقترح استندتم إلى عدد من المعطيات، لكن لماذا في آخر المطاف ربما سيتم إلغاء هذه المادة التي كان الكثير ينتظرها في مشروع قانون المالية لسنة 2018؟ شكرا سيدي. كما تعلمون أن لجنة المالية كانت بصدد دراسة تعديلات التي أتى بها سيدات والسادة النواب، يعني في إطار مناقشة في المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي يعني جاز في الأسبوع الماضي. وكانت هذه الضريبة حقيقة احنا شفناها يعني إجحاف في بعض في 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 حق بعض المستثمرين، وخاصة يعني المستثمرين اللي هما في الأصل يعني رمدافعي الضرائب، دافعي الضرائب في وقت سابق، يعني عندهم ضريبة على الأرباح، ضرب اللي عندهم دي بي اس اللي راح يعني يخلصوها يعني في وقتها، عندهم تي اي بي، يعني الضرائب في الأصل هي مدفوعة مسبقا يعني في إطار الاستثمارات نتاعهم. لكن هذه لكن أستاذ، هذه الضريبة على الثروة أي وليس الضريبة على المعاملات التجارية والاستثمار، وما بالك ب1% فقط هي ضريبة على الأشخاص الذين يملكون ما بين 5 إلى 10 مليار، و1.5 فقط بالمئة للأشخاص الذين يملكون ما بين 10 إلى 20 مليار؟ هو احنا في حقيقة الأمر أنه أعضاء اللجنة يعني كانوا يتباسوا فيما بينهم، يعني نحن في مرحلة يعني لسنا جاهزين لتطبيق هذه الضريبة، لأنه غياب يعني المعلومات أو كما يسمى يعني في وزارة المالية والمديريات العامة للضرائب، يعني غياب الرقمنة، وبالتالي هذه الضريبة يعني طريقة تطبيقها يكون صعب، كيفية تطبيقها من طرف يعني أعوان ضرائب على من تفرض، لأنه ما زال ما عندناش نظام معلوماتي عند مديرية الضرائب، وبالتالي احنا درسنا أنه ليس يعني ما زلنا ماناش جاهزين لتطبيق هذا الضريبة. ثانيا كنت كلمتك انه يكون هناك اجحاف في حق، ممكن لانه عندنا اليات اخرى، مثلا محاربه تبييض الاموال، نفعلوا هذه الاليات وفقط، يعني ما كانش اجحاف في حق اغنياء واثرياء الجزائر، وليس اجحاف في حق ربما المواطن البسيط الذي تفرض عليه الضرائب في كل قانون ماليه، بدايه من قانون ماليه لسنه 2015 2016 2017 والان 2018. كسؤال استاذ، بصفتكم رئيس لجنه الماليه، ما دام نحن الان نعيش في ازمه ماليه واقتصاديه خانقه منذ سنه 2014 وتهاوي اسعار النفط في الاسواق العالميه، متى سيقف اثرياء واغنياء الجزائر مع الجزائر إذا تم إسقاط هذه المادة؟ والله هو ليست هذه المادة
يعني اللي ممكن يعني تخلق يعني تكون الخزينه العموميه. يعني احنا طريقه التطبيق حنايا عندنا ترسانه تاع قوانين، لو تطبق هذه القوانين نظن كل شيء، وتكون عداله، وتكون عداله يعني في 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 في, 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 في الضريبه. احنا ما كانش زياده يعني في هذا القانون الماليه تاع 2018 ما كانش زيادات، يعني خاصة على يعني الفئات يعني الضعيفة والفئات المتوسطة. ما كانش عاد يعني إضافة في سعر البنزين، سعر البنزين يعني. طيب كي نبقى دائما في ذات الموضوع سيد تورش، هناك من يقول أنه هناك بعض الضغوطات من قبل بعض النواب الذين هم في الأصل رجال مال وأعمال لديهم استثمارات كثيرة، الذين اقترحوا إلغاء وإسقاط هذه المادة في مشروع قانون المالية سنة 2018. لا، ليس هنالك أي ضغوطات، هو اللجنة سيدة كل ما في الأمر أنه ارتأت يعني تدارست النواب في بعض مختلف التشكيلات السياسية المتكونة من اللجنة، اللجنة فيها 56 نائب من مختلف التشكيلات السياسيه، الدرسوا والاغلبيه نتاع النواب اعضاء اللجنه اقترحوا الغاء هذه الماده لعدم توفر شروطها في الوقت الراهن. يعني مازال ما طبقناش الرقمنه في وزاره الماليه، ما طبقناش الرقمنه في مديريات الضرائب. كيف تطبق هذه الضرائب؟ على من تطبق؟ يعني هذا سبب رئيسي لتلغات هذه المادة. لما نكون جاهزين لتطبيقها يعني في ذلك الوقت يكون يعني هذا هو يعني. شكرا جزيلا لك سيد توفيق تورش رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على كل هذه التفاصيل.